ايتما ديستما ازول فيلا والسلام عليكم احلى عائله. كنتمنى من قلبي تكونوا بخير وتكونوا مرتاحين. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم رجعت لكم فيديو جديد وسلسله جديده وكونسيبت جديد. كنتمنى ان يعجبكم. الناس اللي اول مره غادي يشوفوني معكم وفاء من قناه وفاء بردوز. نتمنى انكم تشتركوا بالضغط على داك الزر الاحمر اللي كاين هنايا اسفل الفيديو. طبعا هذا الشيء اللي عجبكم المحتوى ديال القناه ولا عجبكم الفيديوهات. ان شاء الله ما بقى لينا والو نوصلوا نص مليون. سهل الصراحه دغيا نقدروا نوصلوها. فنتمنى يا ربي انها توصل عما قريب والله يخليكم ليا والله يخليني لكم. الكونسيبت ديال اليوم ولا الفيديوهات اولا السلسله اللي غادي نبداها اليوم غادي تكونوا بعدا اول واخر مره غادي تشوفوني في هذا النوع ديال الفيديوهات لانه ما غاديش نبقى نبان فيهم. غادي نبان في فيديوهات اخرين ولكن في هذه السلسله بالضبط ما كاينلاش غادي نبان. دابا غير جيت باش نشرح لكم الكونسيبت شنو هو. كيعجبني كنلقى متعه اني نعاود شي فيلم ديجا تفرجت فيه ونعاودو لشي واحد. يعني اون فوا كنتجمعو حنا في الدار كتجي عندنا صفيه اي فيلم شفتو كنبقى نعاودو. راه شفت هذا ويزي غواني اش كيدو غواني ينكر غواني كنلقى متعه. كيعجبني الحال وقلت علاش لا ما نديرش لكم هاد الفكره فلاشين. هي فكره ماشي جديده كاينه ولكن جديده عليا انايا. فكره موجوده بزاف ديال الناس اللي كيديروا مراجعه ديال الافلام مراجعه ديال البرامج بزاف الحوايج ولكن قلت حتى انا نجربها ونهضر لكم يعني بطريقتي انايا بداكشي اللي فهمته انا كيفاش انا مولفه كنوصل لكم الفكره. انا كنتفاهم معكم كتفاهموا معايا ف غادي نوصل الفكره لبعضياتنا وصافي. هذا مكان نتمنى انا ان شاء الله الكونسيبت يعجبكم ونتمنى انكم تشجعوني بلي لايك. ما كيزيدوني حتى شي حاجه ولكن كيزيدوني غير فرح وسعاده وتعجبني الحال. كنعرف انه مثلا هذاك النوع ديال الفيديوهات عجبكم. كنت ديجا حطيت لكم السونداج قلت لكم اشنو ندير لكم واش سلسله العروس واش مراجعه الكتب واش مراجعه الافلام ولا معلومات عامه. بزاف منكم فوطاو على سلسله العروس واش 85% ولا شي حاجه بحال هكا. غير باش تعرفوا بلي انا سلسله العروس ماشي انا كنجيو كنديرها لكم مني راسي حتى انا راه كاع ما فيا اللي خدم ولكن نتوما كطلبوها مني. ماشي نتوما كاملين ولكن اغلبكم ديال البنات كيطلبوها مني. فهادشي علاش نزولا عن الطلب ديالكم كنديرها ولكن ما غاديش زعما ما كنبازيش عليها. ما غادي نبقى نوع ان شاء الله يا ربي اللي يحاشم. راه غير ما كتكونش الوقت وهذا اعذروني ولا الناس اللي كيبغوني راه قابلين عليا باش ما كان. واي فيديو درتو كيخليو لي كومونتير زوينين اللي يخطيكم عليا وشكرا لكم بزاف كاملين كاملين كاع دابا اللي كيشوفني. شكرا اللي يخطيك عليا واللي يحاشم يا ربي وان شاء الله راه ما يكون غير الخير والمزيد من العطاء. كل مره كلها فيديو جيت كنقول لكم كاين الخير قدام ما عمرني شنو شي خير. لا لا كاين الخير الحمد لله وصافي. يلاه بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو ديال اليوم وغادي تكون مراجعه ديال واحد الفيلم واعر اللي شفتو في الفتره ديال الحجر اللي سميتو دي سايلنس. في البداية ديال الفيلم تكتشفوا واحد الكهوف في منطقة بلسينفينيا ودوك اللي كانوا كيكتشفوا هجموا عليهم شو طيور ما معروفينش قتلوا كاع دوك الرجال وخرجوا للعالم. وفي منطقة نيوجيرسي كاينه واحد البنوتة سميتها آلي وكتعاني من الصمم حيت كان وقع عليها شي حاجة 3 سنين هادي وما بقاتش كتسمع وكل شي في المدرسة كان كيضحك عليها إلا واحد الدري سميتو روب وهو معجب بها. في داك النهار بالضبط ديال الحادثة صيفط ليها باللي فيديو فيه واحد السرب ديال الفراخ كيطير في السماء. وفي ديك الليله عاوتاني مع 3 ديال الصباح فيقتها امها وشرحت ليها بلغه الاشاره أن الولايات المتحده كتعرض لهجوم كبير وكيشوفوا فيديوهات اللي فيهم جثث ديال الناس مشتتين ومقطعين وكلشي خايف وحتى واحد ما فاهم شي حاجه. وفي التلفازه شافوا دوك الفراخ وعرفوا السبب وقرر بابا آلي وصاحبو جلين انهم يهربوا قبل ما يوصلهم دوك الفراخ وتوقع شي روينه تما عندهم. الناس كلهم خلوعين وحتى واحد ما كيبغي انه يموت بديك الطريقه البشعه. وكيف ما قلت لكم الدنيا ترونات والقضيه تزعلكات. بانوا شي ناس اللي محبوسين في وسط التران وساكتين كلها كيفكر ما يدير. شويه بدا واحد الدري صغير كيبكي جا واحد الراجل باش ياخذوا الماما ويلوحوا في برا. ايوا طبعا مو مسكينه ما غاديش تسمح فيه وهذوك الناس مساخيت كاع ما حنوا فيهم وقالوا ليهم يلاه تقاعدوا بجوج وخرجوهم للزنقه وهجموا عليهم دوك بوعيات وكلاوهم. بابا آلي مشى باش يدير ليسانس ولا ما نعرف المازوط قالوا بلاتي يضربنا شويه ديال الهواء. ايوا ساعه كان غادي يضربهم واحد الصلع بالقرطاس قال لهم عطيوني طوموبيلتكم نهرب بها.
وشوفوا البشر ومريض هذا كل غير طلبهم بعدا يمشي معهم. ايوا ما حنوش فيه حتى هما وضربوا غلين بالقرطاس وطاح دوده. هاد الفراخ لقاو بلي سميتهم فيزيبل، الله ينجينا وينجيكم. وهما في الطريق لقاو كلشي مسدود وقرروا انهم يهربوا من طريق الغابه. ايوا شويه بداو كيرتاحوا، قال لي يمكن احنا بدينا كنتهناو ساعي فرحه ما تمت. قليل مسكين خرجوا لي واحد السرب ديال دوك اودادن ولا ما عرفتش شنو سميتهم، فتقلبات به الطوموبيل الارض. جا صاحبو قال لي شوف انا غادي نمشي نعيط على شي واحد يجي يفكك لانه رجلو تحبسات، فما عرفوش كيفاش غادي يديرو. الكلب بدا كينبح بالجاد وهاد الشيء اللي خلى انه دوك الكائنات فيزيبل انهم ينجذبوا للطوموبيل وبداو كيهاجموا عليهم. صاحبهم قليل مسكين قرر انه يضحي براسو، بدا كيضرب بالقرطاس باش دوك الحيوانات يمشي عنده هو. بابا تالي ما عرف ما يدير فخنق الكلب باش يسكت، ما قدرش يقتلو حل الطوموبيل وهو يطلقو لبرا، يعني انه باين شنو غادي يوقع ليه. صافي بقاو هما قال لهم شوفوا غير بشويه عليكم في الطوموبيل، انا غادي نحاول اني نعاونكم. فخرج بشويه باش زعما يمشي يعاون صاحبو. ايوا الساعه جدات الدراري شدات على الكحاب بدات كتكح، يعني انه دوك المخلوقات بداو عاوتاني كينجذبوا للطوموبيل وبداو كيهاجموهم. بابا تالي هز واحد الحديده بشويه ولعها بعيد صافي ومشى يعني تبع هذاك المخلوق لانه هما كيتبعوا الصوت. وهنا قال لهم المعلومه باللي شوفوا خصكم غير تبقاو ساكتين وحتى حاجه ما غادي توقع لكم. مشاش على العافيه في الطوموبيل ديال صاحبو باش يقربوا دوك المخلوقات وانفجرات الطوموبيل. وهما غاديين في الغابه لقاو واحد الدار قالوا يمشيو بعدا على الاقل يباتوا فيها. خرجت لهم واحد الشنت فقيرين قالت لهم ما غاديش تجيو عندي لانه صدقت دارها بقات كتغوط جابتها في مخها وهما ياكلوها دوك الفراخ. لقاو واحد بحال القادوس بيدخلوا منه باش يدخلوا للدار، هو سبق باباهم باش يامن لهم طريق ساعه. فاش دخلت بنته لقات واحد الحنش غوطات، ولكن فاش دخل هذاك الفرخ تلاقى غير مع الحنش بعدا، ولكن شد الرجلين ديال ماما تالي وباباهم شعل واحد الماكينه اللي بداو دوك الفرخ كينجذبوا لهذاك الصوت ديال الماكينه وكيطحنوا. صافي دخلوا للدار بقاو جلسوا على الاقل يرتاحوا فيها تما حتى الغد ليه. ماماهم دراتها رجليها تزاد عليها الحال، اذا خصهم يخرجوا يمشيو يجيبوا الدواء ضروري. مشاو لواحد الفرماسيان بقاو كيقلبوا على الادويه اللي غادي تحتاجهم ماماهم، يعني ماشي غير غادي يجيو غادي يهزوا. فتصادفوا تما بثلاثه ديال هذوك الكائنات ديال فيزيبل، يعني انهم خصهم يمشيو بكل حذر. اشنو دار بابا تالي؟ خدا واحد هكا واحد الشطبه وشعل فيها العافيه باش يتكب الماء ويهربوا دوك المخلوقات. هنايا فاش خرجوا تلاقاو مع واحد القيس اولا رجل الدين ولا ما عرفت شنو كيقولوا ليه، قال لهم خصكم تمشيو معنا لاننا حنا بحال قلتي واحد الجروب ديال الصامتين وغادي يبان لكم انه لسانهم مقطع ليه. فاش مشاو للدار تفاجؤوا انهم تبعوهم وكتب لهم في الدفتر انهم خصكم تعطيونا بنتكم لانها باقا صغيره واكثر خصوبه لانه هي ما كتهضرش كيف ما قلت لكم، فبغاو انه تمشي معاهم. هددهم بابات آلي وهربوا. باللي صفت لي هذا كروب الا باقين عقلتوا عليه ديال الاول تاع الفيلم باللي راه مشى لواحد البلاصه في امان، ما جات فين تسولوا فين حتى تقطع الخط وما بقاش عرفت ديك البلاصه فين كاينه. سمعوا الدقان لقاو واحد البنيته صغيره برا، فاش جاو يحلوا ليها فمها لقاو باللي حتى هي لسانها مقطوع وعرفوا باللي هذاك القيس هو اللي صفتها. شويه بدات آلي حلت الشرجم ولقات التليفون هو يسرسر بالجهد وهما يتجمعوا عليهم كاع دوك الكائنات لانه الصوت بدا كينجذب، يعني داك القيس دار ليهم فخ وعمر ليهم الدار بالتليفونات باش زعما يهجموا عليهم دوك الفراخ. شدوا دوك التليفونات دارهم في وسط الماء، ولكن واخا داكشي بقى كيهاجمهم ودخلوا عليهم للدار. قال لهم باباهم سيروا لاكافا ولا القابو، تما لقاو باللي كاين واحد العصابه بغات تشفر آلي. هما طبعا اللي مصفطهم داك القيس فخرجوهم. جدها بقات كتغوط، كانوا الفراخ غاديين يهاجموا آلي. فاش شافت جدها هذاك المنظر غوطات على جهدها وهما يتجمعوا عليها هما وهما يقتلوها، يعني ضحات براسها مسكينه على وديت الحفيده ديالها. وبابا تالي قتل داك القيس صافي، يعني نضت مضاربه وجدها مسكينه ماتت. فقرروا انهم يكملوا الطريق، مشاو لهذيك البلاصه اللي قال ليها روب في الميساج لانه تما بارد ودوك الحشرات ولا دوك الفراخ ما كيعيشوش في البروده
وتلاقات روب واخيرا تعتقوا واخيرا قدروا انهم يبعدوا بعد على هذوك الفراخ وصافي. هذا هو الفيلم، هذه هي النهايه ديال الفيلم. الصراحه هو واعر بزاف 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 وزوين، خصكم تشوفوه كامل باش تشوفوا يعني بزاف ديال التفاصيل اللي ما غاديش نقدر نوصلها لكم هنايا في الفيديو. وصافي هذا ما كان، نتلاقاو في فيديو جديد وقصه جديده ان شاء الله.